رامي يستعد. رامي ياي دخلت رامي ودخلت دخلت الكرة الأولى من أمام الحارس سيلفان جبو. آه كم هو رائع عندما تسجل الأولى يا رامي. لاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله وحطها في الجول. بتنضربوا بعين حطها في الجول. فرانكيسي على يسار الحارس رئيس وهاب مبولحي بروعة سجلها. خليني نقول لكم بروعة. إسلام يتقدم. إسلام وحطها في الجول بروعة حطها في الجول بروعة. إسلام سليمان يا سلام. يسجل الأول يحفزنا، يسجل الثاني يشجعنا، يسجل الثاني الثالث يقوينا. كورني هو اللي خايف، كورني هو اللي خايف، كورني هو اللي خايف. كورني حطها في الجول، كورني حطها في الجول. يعني تعادل في كل شيء، حابين تودونا في 60 داهية هكذا، كل شيء تعادل في اللعب وفي في الفرص. كنا حابين تكون الأخير يا عندي، كنا حابين تكون الأخير يا عندي. دولور حطها في الجول، ولولو بقوة حطها في الجول، بقوة حطها في الجول عندي دولور. يا سلام عليك يا بني، يا سلام عليك. بني زملائهم اللي وكأنهم ينتظرون التضييع. بني ضيعها، بني ضيعها. قلت لكم زملاء ينتظرون التضييع. بوني 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 ضيع ركلة الجزاء لتنفيذها. آدم الناس، آدم الناس، آدم الناس وجول، آدم الناس وجول. فرصتان الآن، ينقذها الرئيس أو يسجلها الخامس. آدم يلا يا رئيس خلصنا يا رئيس. إجرادال وحطها في الجول. سجل الرابع غلاديل. من هو صاحب هدف التأهل؟ هل هو اسماعيل بن ناصر؟ هل هو اسماعيل بن ناصر؟ سجلناها يا بغداد نتأهل. يوسف بلايلي، يوسف بلايلي، يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي، ماذا فعلت يا بلايلي؟ ماذا فعلت يا يوسف؟ يا بلايلي ماذا فعلت يا يوسف؟ معليش يا بني، معليش يا ولدي، معليش. غايوكو خايف، غايوكو خايف، غايوكو خايف، غايوكو. وضيعها وتأهلنا يا سلام، وضيعها وتأهلنا يا سلام. الله أكبر على الجزائر بجدارة واستحقاق وامتياز، بشكل بطولي يتأهل الخضر، يتأهل